بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بحضراتكم معكم فنانه تشكيليه وشاعره مهندسه منى عوض مؤسس مبادره وقناه وبرنامج يا جمالك يا مصر ومن جمال مصر الحقيقه ان انا استضيف اليوم الدكتور احمد شمس الدين صاحب ومؤسس مستشفى ملاذ للصحه النفسيه والادمان والدكتور احمد شمس الدين من عمالقه الطب النفسي اللي بيتعامل مع الانسان من حيث ان هو بيقدم الخدمه للاصحاء وبيقدمها للذين يعانون من مشاكل طبيه او مشاكل نفسيه الخدمه اللي بتقدمها المستشفى الحقيقه انا هتركه ان هو يتكلم عنها بس انا لما رحت زرته علشان اجري معاه حوار انا الحقيقه شعرت بسعاده كبيره جدا اول ما دخلت مستشفى ملاذ الرائعه انا حسيت انها زي اسمها بالضبط ملاذ ان ملاذ للناس من الزعل ومن الضغوط ومن المشاكل اللي بتقابلنا الحياه بقت صعبه جدا واصبحت متخمه بالمشكلات اللي بيواجهها الانسان في كل خطوه سواء مشكلاته هو في العمل مع رئيسه او مع زمايله او مشكلات في البيت او مشكلات في التعامل كلنا الحقيقه بنواجه هذا وكلنا يمكن في فترات بيصعب بيصعب التعامل بينا وبين اقرب الناس لينا نتيجه الشد النفسي والعصبي وضغوط الحياه والايقاع السريع المتلاحق والمجتمع الحضاري والتكنولوجيا المتقدمه اللي جعلت مننا كلنا الحقيقه تحت ضغط اعصاب مرهفه واعصاب مشدوده بنحتاج ان احنا نفصل وده تعبير دكتور احمد الحقيقه انا لما رحت زرته قلت ايه الجمال ده وقلت له الكلام ده ايه المدخل الجميل الرائع ده الخوص الجميل اللي بيغطي السور الحديدي الانيق المحيط بالمستشفى وانا داخله جوه الخوص بيحوطني من كل جانب حسيت ان انا انتقلت لمكان سحري جميل مش عايزه اطلع منه آه، تمنيت ان كل الناس يجوا في هذا المكان من غير ما يقولوا حاجه ولا يكلموا بس كل الوح... كل انسان لو جه هيحس ان هو نسي كل مشكلاته وكل اللي بيزعله لما دخلت الحقيقه وشفت جمال آه الناس وجمال التعامل ما بين آه كل الافراد العاملين في المستشفى سواء دكاتره سواء عمال خدمات سواء إداره الأناقه الألوان الجميله المريحه أنا بصراحه قلت له يا دكتور أحمد فعلا يا جمالك يا مصر هذا البرنامج اللي أنا بقدمه يمكن دي أولى الحلقات اللي بقدمها يعني أنا الحقيقه لست مذيعه محترفه ولكني أقدم رساله لوطني الغالي وللمجتمع من خلال ان انا بقدم او هقدم ان شاء الله لقاءات مع شخصيات رائعه عظيمه ومن اماكن مختلفه تبين جمال مصر جمال مصر الان انا هتكلم عنه عن هذا الصرح الجميل الرائع اللي انا شفته وعن دكتور أحمد شمس الدين هذه القامة الغالية العالية اللي أنا بتكلم من قلبي إنه بنتعامل مع طبيب أخلاق طبيب نبيل طبيب بيدي حياته لخدمة الناس والعلاج المشكلات النفسية ولعلاج الإدمان والأصحاء من كل أنحاء العالم بيروحوا له ويقعدوا في المستشفى يقيموا يومين يفصلوا فيها يفصلوا فيها عن العالم اللي بيزعلهم العالم اللي كله مشاكل ويرجعوا كما هم كما يعني كما هو مفروض ان احنا كلنا نكون نفوسنا طيبه نفوسنا صحيحه نقدر نحسن التعامل مع بعض الحقيقه انا سعيده جدا ان اولى هذه الحلقات مع دكتور احمد شمس الدين صاحب ومؤسس مستشفى ملاذ للطب النفسي وعلاج الادمان ماجستير الصحه النفسيه من جامعه القاهره ودرس دبلومه الادمان من الاتحاد العربي وانا هتركه بقى يكلم عن نفسه لانه شخصيه على مستوى عالي من الخلق وحسن التعامل مع الناس و الاداره الرائعه لصرح رائع آه الحقيقه آه نشرف ان هو يكون ضيفنا في اولى حلقات برنامج يا جمالك يا مصر اهلا بحضرتك دكتور احمد شمس الدين ونحب نسمع من حضرتك آه مقدمه عن المستشفي وعن رؤيتك حضرتك للحياه ولجوده الحياه وللحالات اللي اتعالجت و... والمركز التاهيلي اللي حضرتك بتعمله ان شاء الله في المريوطيه وازاي جات لحضرتك فكره هذا الجمال في المباني وفي الخضرة وفي التعامل مع في الطب النفسي مع الأطفال ومع البالغين ومع المراهقين ومع الشيوخ يعني اتفضل حضرتك كلمنا في إضاءة عن سيرتك الذاتية السرية وعن هذا الصرح الرائع بسم الله الرحمن الرحيم أولا أنا أحيي جميع المشاهدين وأشكرك جدا على المقدمة الجميلة ديت وانا حابب ان انا حاب اقول للناس برضو كل سنه طيبين بمناسبه دخول رمضان يعني مش عارف انت قلت حاجات كتير مش عارف ابدا منين بالظبط لكن لو قلنا عن المستشفى هي حقيقي المستشفى لما جينا ناخد التجربه قلنا ان احنا عايزين نبرز المستشفى بشكل يليق بصحه الانسان النفسيه وان احنا نقدم الخدمه بطريقه ما يكونش فيه اي شكل من اشكال الاهانه او الضغط بالعكس ان احنا نبرز عنصر الطبيعه في المكان اللي هيقيم فيه النزيل سواء كان في زي ما حضرتك قلت المدخل او الحدائق الموجوده في المستشفى او حتى اختيار موقع المستشفى ان هو يكون مطل على اماكن بانوراما يعني هو مثلا في الجزء بتاع المعادي او المقر الرئيسي اخترنا المكان بحيث انه يكون على بانوراما كبيره جدا اللي هو اختلاط الحضاره بالمناطق الزرق المناطق الخضراء اللي هي زي الحدائق اللي عاملينها حي المعادي دي نقطة في الشكل الجمالي، اخترنا برضو إن احنا نكون من جوه يكون في تنسيق يسمح إن يكون المريض عنده حرية في الحركة وعنده إن هو وجوده في الغرفة بتاعته يبقى مستمتع سواء كان بالأنشطة اللي هي متاحة ليه أو الأدوات اللي هو متاحة ليه إن هو يبقى أدوات ترفيهية جوه غرفته أو في خلال مكان الإستقبال أو لما ينزل حديقة أو يبدأ يمارس الأنشطة العلاجية زي من خلال الجلسات النفسية أو الجروبات، آه وكان حرصنا في نفس الوقت إن يكون الفريق اللي بيقدم ده يكون فريق آه متعاون، إحنا كنا بنلاحظ وبنرتاح نفسيا لما نروح فندق مثلا ونلاقي آه الناس اللي بتستقبلك تستقبلك بتستقبلك بابتسامة. والابتسامة دي هي في حد ذاتها علاج فتخيل كده أن لما الإنسان بيخش المكان هو بيحس أنه هو في لحظة ما مرفوض من العالم ومرفوض هو نفسه أحيان بيبقى صورته اتجاه نفسه بيبقى سيئة لما بيجي يخش المكان وبيلاقي الناس من أول واحد بيفتح له الباب لحد ما بيخش الاستقبال وبعد كده يدخل إلى اللي هيتلقى يعني مثلا الدكتور أو الأخصائي سواء كان لأن هو جاي كشف أو لأن هو جاي يتحجز كإقامة أو لأن هو جاي لحد عزيز عليه وبيسأله يجرى إيه أو مثلاً يتصرف إزاي في الحالة اللي عنده فبيلاقي نفسه الابتسامة والتقبل فده في حد ذاته بيبقى جزء من بداية العلاج وبعد كده بيبدأ بقى يخوض لمرحلة العلاج الطويل حريصنا إن إحنا لما نيجي نفتح المستشفى إن المستشفى تخدم على مختلف الأعمار العمرية فبدانا ان احنا نبدا بطب نفسي اطفال، طب نفسي مراهقين، طب نفسي بالغين، طب نفسي شيخوخه. وبحيث ان كله يجد فرصه في العلاج عندنا ان شاء الله. حقيقي هو اكثر الناس اللي بتتردد على المستشفي هي من فئه الاطفال بحكم ان الوالدين بيبقوا مهتمين بالمرحله دي والمرحله الثانيه اللي هي بتبقى البالغين لان بيبقى ساعتها الانسان عنده من النضج ومن الرش ان هو يطلب المساعده. او بيكون بدا يبقى فيه مظاهر تاخر في حياته المهنيه او الى إيه اخره او الاجتماعيه وكده فتلاقى اللي حواليه عاوزين يجروا يشوفوا ايه المشكله بالظبط الموجوده لو هنتكلم في المستشفى فهي بتقدم برضه في جانب جميع الاضطرابات النفسيه بس انا في نقطة عاوز بصراحه الفت النظر ليه وحضرتك قلتيها في المقدمه بصراحه هو ان في ناس من الاصحاء فعلا بيجوا ونسبه مش قليله هما دولت اللي بيبحثوا عن جودة حياة وعشان نفسر كلمة جودة حياة في واحد مش عارف مثلا يتعامل مع زوجته بشكل جيد في أمي. اختلافات كتير بينهم وبالتالي لما بيتعرضوا لموقف هما مش عارفين يقربوا وجهة النظر وبالتالي هما الاتنين يكونوا طالعين كسبانين من الموقف ده أو إن يكون واحد مش قادر يتعامل مع المدير بتاعه. نتيجة ان هو مش قادر يفهم دماغه او مش قادر يتع... يتفهم فكرة ال... ال... السيستم اللي موجود في المكان ده جميل. او الى من المشكلات اللي ممكن تواجهنا في الحياة اليومية ممكن من خلال تربيتنا لأولادنا ع... الابن عنده تنمر رافض لأفكار كتير مثلا احنا بنقولها <applause> هات آه أعمل كذا كذا لا انا مش عاوز اعمل ده الى اخره آه الدراسه فيه تاخر في الدراسه آه لان هو شخص مثلا بطبعه حركي او الى اخره فبالتالي احنا مش قادرين نتفهم مشكلته, مشكلته وقادرين آه. آه نحتوي فالناس زي كده ما عندهمش اضطرابات نفسيه ده هم بيجوا عندنا مشكله ما واحنا عاوزين آه نجد ليها حل دميل. وافضل ناس هتقدم الحل دولت اللي هم آه يكون عندهم اساس علمي ده زي الاطباء والاخصائيين النفسيين والاخصائيين الاجتماعيين لان هم عندهم من العلوم من الطب والعلوم النفسيه ان تساعدهم ان هو ازاي يوصل من خلال شخصيه اللي قصاده ومن خلال تحليل الموقف لحل امثل للمشكله بتاعته وان احنا نملك الناس الادوات او اللي جاي عاوز الخدمه ازاي يحل مشكلته وفي الشق الثاني اللي جاي لك في شكل اضطرابات نفسيه والشق ده يا اما هو جاي بنفسه وعنده بصيره بطبيعه المشكله وبالتالي ده يعني بيبقى في طريقه تعامل معينه معاه وفي مجموعه تانية بيبقوا غير مستبصرين لان نتيجه طبيعه المرض زي مثلا مرضى الفصام او كده فيبقى غير مستبصر فدونت هنلاقيهم جايين من خلال الاهل وبرضه ليهم طريقه تعامل نظمها القانون في المساله دي فده بالنسبه لاوجه المستشفى برده الشق بتاع الادمان وده احنا من الناس الحمد لله بفضل الله خلال السنوات اللي فاتت احنا تميزنا جدا في الجزئيه ديت وفيما يخص التاهيل والتعافي والحمد لله لقينا دلوقتي اه يعني المردود بدانا اه نقدر نقيسه دلوقتي يعني كنا ما بدانا اه بنقول يا رب ان شاء الله ربنا يوفقنا وان احنا هنعمل حاجه مش موجوده ان احنا نتضافر او نعمل العلاج بشكل متكامل ودي كانت حاجه انا يعني اتعلمتها في العيني المدرسه الاساسيه آه ان عشان تاخد آه توصل للانسان بشكل جيد محتاج ان انت آه تقرب له من كل الجوانب الجوانب الاجتماعيه الجوانب الاسريه الجوانب النفسيه الجسديه الروحانيه الى اخره كل ما هتقدر تعمل تضافر لهذه الجوانب وتهتم بيها كانسان يعني احنا بنقولها كده الزباك يعني الانسان ده هتاخده على بعضه ما تقدرش تعالج بس الادمان بس او السلوك الفلاني بس لا انت هتاخده كله على بعضه بعلاقاته بطريقه اتخاذ القرار بطريقه تعامله مع مشاعره لو قدرنا ان احنا نوفق في ده ان شاء الله هيكون المنتج احسن وبالتالي فعلا احنا تبنينا النقطه ديت في مجال التاهيل من مرضى الادمان والحمد لله وصلنا نتيجه طيبه جدا بعد كذا سنه ان الناس اللي تعافت دلوقتي معانا بدأوا يرجعوا تاني لمجتمعهم وبشكل آه هم أكثر قدرة على التكيف مع البيئة وأكثر قدرة على التعامل مع الضغوط جميل. وفي منهم اللي قرر يشتغل معنا يعني بعد جميل. مرحلة معينة جميل بدأ يشتغل جد. معنا وبعد ما كان هو آه يعني هقول معلش سامحيني كده الاسم عال على الآخرين أو آه. أو إضافة سلبية للمجتمع بقى إضافة إيجابية للمجتمع شيء ورجع الأصل الجميل بتاع الإنسان إن هو ربنا خلقه عشان يبدا في هذا الكون جميل. وبالتالي انت تبدا بقى تحس بقى بالسعاده وال... وال... والرغبه في ان انت تكمل المشوار اللي احنا بدأناه ان انت تطلع وربنا يكون يجعلنا كلنا سبب في ان احنا نساعد الناس ترجع لمجتمعها بشكل افضل رائع جدا دكتور احمد وبمناسبه ما ذكرت حضرتك عن ان الاصحاء بيترددوا ويجدوا الحلول لمشاكلهم وهم اصحاء بس هم تفهموا ان ممكن قوي ان انا افصل وبدل ما اروح اقعد في منتجع ولا في فندق لا ده انا اجي اقيم في هذا المكان الجميل تبع المستشفى واتكلم مع دكتور على اساس علمي احكي له فعلا حضرتك انا لاحظت كمان من خبراتي لان انا كان عملي في مجال هام اللي هو كان مجال السلامه وحمايه البيئه وكنت بشوف حالات من مخاطر واصابات العمل في كثير من المواقع بترجع حضرتك للناحيه النفسيه ان بيحصل شد وجذب بين المدير والموظف او العامل بيحصل جهد نفسي العامل جاي بيؤدي عمله او المهندس او الكيميائي او الفني بيؤدي عمله وهو عنده مشكله مع رئيسه ومع مديره وجه له كلمه نابيه خصم له حوافز مرقهوش زمايله يعني يبتدوا أبوه يعملوا تكتل ضده لانه هو متميز للاسف في اعراض كثيره لاسباب في محيط العمل في كل مكان بتخلي حضرتك الناس برضو مضطربه مش مضطربه نفسيا يعني بمعنى انهم وصلوا لمرحله المرض النفسي لا ده اللي هم اصحاء لكن حساسين انا بعتقد ان الانسان الحساس اللي اتربى يمكن في بيئه مثاليه واللي يمكن نقي القلب بيصطدم بما يراه من صراعات حوله ومن مخالب حواليه من البعض وكل بيتضافر للاسف حضرتك احنا عايزين نغير هذا المفهوم في المجتمع وبين ابنائنا وبين الاجيال اللي جايه ان ان كلنا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، يعني لازم كلنا نعمل كفريق كله يتمنى الخير للاخر بلاش الطريقه اللي احنا ماشيين بيها دي ان كل واحد ناجح او كل واحد له هدف او متميز يجد حرب من رئيسه يجد حرب من زمايله اللي عايز ياخد منه واللي عايز يدوس عليه وفي النهايه حضرتك بيؤثر هذا على نفسيه الجميع يعني بيبقى مجال العمل مجال المشاحنات والحروب مع ان الافضل ان الكل يبقى متسامح وكل يبقى نفسيته مرتاحه وكل يساعد بعضه بعضا فكما يعني في مثل بيقول ان الشمس لا تضيء لنفسها ولكن تضيء للاخرين، الشجره لا تظلل لنفسها ولكن تظلل للاخرين. اذا احنا اصحاب رساله في الحياه ان احنا نعطي ونتضافر مع الاخرين ونقدم الكلمه الطيبه والمعامله الطيبه. وان يا ريت ده يبقى اسلوب حياه في العمل حتى لا يتعرض العامل او الفني او المهندس او لمخاطر اصابه العمل وممكن يفقد حياته ويكون السبب ان هو تصرف تصرف غير مامون تصرف تصرف خطر لأنه كان تحت ضغط تأثير نفسي نتيجة مشكلة مع زوجته مشكلة مع رئيسه يا ريت حضرتك هذا التوجه السامي إن الأصحاء من كل مكان كل موقف كل مكان يعني يبقى فيه طب نفسي في المواقع يبقى في تنمية بشرية يبقى في حضرتك من رواد التنمية البشرية دكتور أحمد بالإضافة لدورك الهام في رسالة الطب النفسي يعني حضرتك فعلا مهم جدا ان هذه الرساله الرائعه اللي بتقوموا بيها اللي بيقوم بها الطب النفسي واللي بيقوم بيها حضرتك والدكاتره اللي موجودين في الاستاف من خلال الخضره من خلال الجمال في المكان من خلال التعامل مع كل النفوس الاصحاء والذين وصلوا الى مرحله الاضطراب النفسي حضرتك يعني الملاحظ ان كل ما بيحصل تقدم كل ما بيزداد التقدم التكنولوجي كل ما بيزداد الثقل النفسي على الافراد يعني زمان زمان كانت الحياه بسيطه وبدائيه وكان ما كانش فيه كل ما ظهر التكنولوجيا وكانت الاسر مترابطه وما كانش فيه امراض نفسيه كان الانسان قوي من الداخل وكانت الناس كلها مع بعض يد واحدة في محبة وفي دلوقتي مع تقدم التكنولوجيا بقى في خلل في خلل بيئي وفي خلل في العلاقات و وفي ضغوط نفسية عند الجميع و وكل بصراحة كل أصبح محتاج لأنه حد يسمعه حد يسمعه ف حضرتك بتسمع ناس كتيرة بقى مترددين باطفال وبالغين ومراهقين وشيوخ عندهم مشاكل نفسيه حضرتك ما هي اسباب المشكلات النفسيه عند الاطفال مثلا يعني يعني الطفل هذا الطفل المخلوق البريء الجميل فعلا بنلاحظ عدوانيه بين الاطفال وبنلاحظ ان هم حتى في المدارس والحضانات الراقيه اللي هي بنقول المدارس لغات وحضانات لغات الاطفال بيتعاملوا مع بعض بعدوانيه شديده وباسلوب غير مفروض من من قلوب بريئه نقيه وانا اعتقد ان الاعلام بالمسلسلات اللي كلها صراعات وضرب وقتل وعنف بيلعب دور وحن ومن خلال هذا البرنامج آه انا اتمنى وانادي ان يبقى في مسؤوليه ضميريه عند الجميع ان ما يقدم في اعلامنا آه آه فلهذا انا عايزه وجهه نظر حضرتك آه في آه علاج آه الاضطرابات النفسيه عند الاطفال وعند البالغين وعلاج الادمان وليه الحالات دي اصبحت كثيره عندنا دلوقتي وتضطرد او مضطرده في الزياده اتفضل حضرتك هو بالنسبه لجوز الاطفال احنا نقدر نقول ان الطفل اللي بيجيلك ده انعكاس للبيئه اللي طلع فيها فلو هو يعني هقولك بالظبط مثلاً زي الاسفنجه مكان ما هتتحط هتاخد منها لو انت حطيتيها في بيئه او ميه زرقاء هتطلع الاسفنجه زرقاء لو حطيتيها في سفنجه في ميه حمرا هتطلع ميه حمرا السفنجه حمرا آه ليه لان انا كطفل لما بيجي يتكلم والاهل يجي يشتكوا مثلا ان هو عنده عدوانيه فهو لان هو حواسه استقبلت ده من البيئه اللي حواليه سواء كان في طريقه تعامل الوالدين مع بعض او في طريقه تعامل الناس اللي هم عايشين معايا زي الجد والجده او الجيران أو, او الاصدقاء او الاقارب المترددين على البيت او اللي هو بيروح لهم وبيبدا يتعامل معاهم اللي ما يعرض ليه من خلال الإعلام سواء كان على القنوات التلفزيون أو على السنوات المفتوحة زي الإنترنت واليوتيوب وكده شكل الكرتون اللي بقى يعرض بشكل فيه مظاهر عنف وحضرتك قلت الجزئيه ديت ان في في عنف مفرط فعلا في الكرتون اللي بيقدم للاطفال واصبح انتقاء الكرتون ان ميبقاش فيه مظاهر سواء كانت خادشه للحياه او فيها مظاهر عنف بقت قليله جدا واغلبها هتلاقي حاجات قديمه مش حاجات حديثه وبالتالي هتلاقي دايما الطفل بيبقى منجذب للحاجات الجديده والمشوقه واللي فيها تبع يعني في الالوان وتسارع في الحركه والى اخره وده اللي بدأنا نشوفه بعد كده بدأ يطلع لنا مشاكل زي التوحد ومشاكل زي فرط الحركة ونقص الانتباه وما نقدرش نستبعد الـ الـ الشاشات ما يعرض على الشاشات سواء كان التلفزيون أو الموبايل أو اللابتوب أو إلى إيه آخره إن ده يكون جزء من التكوين الـ الـ الاضطرابات بشكل الفترة الأخيرة بشكل متزايد لو قلنا إيه الأسباب الاخرى بشكل عام بقى عشان انا هتكلم يعني مش بس الاطفال ولا البالغين هو حقيقي ما نقدرش نقول هو عشان برضو ارجع للموضوع هو احنا ليه بنقول اضطرابات ما بنقولش امراض اغلب الطب النفسي بنتكلم فيه ان هو في شكل اضطرابات لانه هو غير معلوم السبب بشكل دقيق جدا يعني مم. مثلا احنا لما نيجي مثلا نقول التهاب, التهاب الحلق او اللوزتين فنقدر نقول ان في ميكروب معين عشان كده بقى اسمه المرض لكن الاضطرابات النفسية ما نقدرش نحدد إن إيه السبب اللي حصل بسبب التعب ده لكن نقدر نقول إن من أول يوم كان الطفل أو كان هبعد من كده كمان كان جنين في, في بطنه والدته لحد اللحظة اللي هو أنا بشوفه فيها دي كلها معانا كأسباب الأسباب دي ممكن تكون جزء منها بيولوجي جزء منها جسماني يعني عن طريق الوراثة عن طريق الآخره ممكن يكون جزء منها وده عاده بيكون عنصر ضعيف. لكن العناصر الاهم هي البيئه اللي اختلط بيها، شكل التعليم، شكل التوجيه والتربيه، شكل الممارسه الرياضيه بتاعته عامله ازاي، التفريغ الطاقات واكتشاف الهوايات بتاعته، اثبات نجاحه ان احنا ندي الفرصه للطفل ان هو يعبر عن ذاته، ويعبر عن مشاعره، وازاي يعاملها ويعالجها بشكل جيد بطريقه ان هو ينمو معاها. آه الـ الـ الشكل ده كله آه وحتى برضه الانسان لما بيكبر ازاي يثبت ذاته في الكليه بتاعته في الدراسه بتاعته ازاي لما يطلع لسوق العمل يبقى قادر ان هو ينجح ويثبت ذاته ازاي ان هو يبقى صوته مسموع و.. والناس حاسه بيه و.. ويقدر يسمع للناس اللي حواليه عشان يتعلم اكتر واكتر ازاي يبحث عن القيمه وال.. 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 والموديل او ال.. الشيء اللي هو بيمثل ليه رمزيه القدوة ازاي يبحث عن ده ويبدا ياخد ده قدوه ليه ويبدا يكون مسار لنجاحه او جزء من نجاحه فنقدر نقول الجزء البيئه ال في جزء تاني الجزء الروحاني احنا في غاب عن الكثير من الاسر الجزء ده وبدانا الحياه الماديه وبضغوطها والتكنولوجيا والكلام ده خلى الناس تبعد شويه عن الجزء الروحاني عن رياضات التامل آه عن الاستمتاع بالطبيعه الاستمتاع بالحاجات اللي ربنا خلقها حوالينا الجميله اللي احنا اصلا ننتمي ليها التربه اللي ننتمي ليها بعيدنا عنها إذن دكتور تماماً اذا يا دكتور ف... احمد ده دور آه على الاسره وعلى اللي ان هي آه تساعد الطفل من هو مش البداية مش دور بس هو مش دور الاسره فقط هو دور الاسره جزء اساسي آه بالذات في المرحله الاولى من الحياه لكن هو حقيقي هو المفروض ده دورنا كلنا جميعا دور المدرسة أو الحضانة دور الجهات الإعلامية دور الناس المسؤولة عن التوجيه والإرشاد جزء عن البيئة نفسه الطفل هينزل الشارع هيشوف إيه هيشوف زبالة مرمية في الأرض ولا هيشوف حدائق وحاجات جميلة هيشوف ناس بتتخانق في الشارع وما فيش حد كذا ولا هيشوف ناس متصالحة مع بعض وبيصبحوا على بعض وبيقولوا صباح الخير وابتسامة الجميلة بتاعت الناس إيه اللي هيشوفوه هو ده اللي في غاية الأهمية فإحنا محتاجين إن كل يتضاف المجتمع بأكمله وجزء أصيل فيه طبعا الأسرة تمام يا دكتور طيب إزاي حضرتك الأسرة تكتشف إن هذا الطفل عنده اضطرابات نفسية أو داخل في مرحلة أو الإبن داخل في مرحلة الاضطراب النفسي وبرضه بالنسبة للإدمان ايه هي مظاهر الإدمان أو مظاهر الدخول في هذه المرحلة حضرتك ممكن تفيدنا بالرأي يعني حد وهل الإدمان حضرتك مخدر بس ولا الإدمان أنواع مختلفة؟ طيب آه خلينا نقول الجزئيه بتاعت الـ الـ الادمان الحاجة. السؤال الأولاني نسيته صراحه آه لكن هو آه. خلينا نقول الادمان آه, اه الادمان اسبابه كتير جدا وبشكل عام يعني لو اتكلمنا بشكل عام على جميع الاضطرابات النفسيه والادمان لو لقينا ان الشخص اللي قصادنا واحنا مهتمين بيه لقينا في اختلال في النوم ومش اول اختلاف في النوم يعني يوم او يومين او ثلاثه لا ان احنا بدانا نلاحظ ان نومه آه قلب ليل نهار ونهاره ليل وبدا يبقى عنده ارق متواصل آه اختلال في الاكل وطبيعه والشهيه بتاعته آه والموضوع ده مش يوم او يومين لا وبرده بشكل متواصل لقينا ان العلاقات الاجتماعيه بدا ينزوي منها وبدا يترك العلاقات الاجتماعيه ويا اما ان هو ياخد العلاقات السيئه او ينجذب الى علاقات سيئه او ان هو ينعزل تماما على المجتمع آه ان بدا تبقى افكاره سلبيه بعد ان ما كان شخص ايجابي بدا تبقى افكاره سلبيه عن الحياه وسلبيه عن نفسه وسلبيه عن الكون آه وسلبيه عن الناس كلها بدا يبقى ناقم بشده عن الوضع اللي هو فيه آه بدا يبقى آه مهمل في ذاته مهمل في نظافته مهمل في المسؤوليات بتاعته والتزاماته زي دراسته زي آه في مهنته لو هو مثلا في وظيفه فبدأ يأجز كتير وما يروحش يلتزم بالمعيد المطلوبة منه وبالجودة الشغل المطلوبة منه فلو لقينا في خلل في الجوانب ديت نبدأ يترك السؤال هنا في اللحظة ديت هو إيه اللي بيحصل بالظبط؟ مش لازم كل اللي أنا قلته ده يكون يساوي اضطراب لكن ده يدي ناقوس الخطر إن في مشكلة ما بتحدث وبالتالي أبدأ أبحث فيها فساعتها لما بنستعين بأهل التخصص في هذا المجال بيبدا يوجهنا والله انت طب انت شايف ايه طب ايه اللي بيحصل طب ايه المواقف اللي انت قلقان منها لو لقى الدكتور بحسه الطبي او الاخصائي النفسي بحسه العلمي ان في مشكله ما بيبدا لا طب عاوزين نقعد مع عاوزين نقعد مع الشخص اللي عنده المشكله ديت او الطفل او الراجل الكبير او الرجل او السيده الكبيره فا اذا اختل شكل الحياه بتاعته نبدا هنا نشوف ايه المشكله او يعني ايه السبب بالظبط او ايه اللي حصل نتيجه ان كده اختل كيان هذا الشخص اللي قصاده تمام حضرتك طيب هل الادمان يختلف في النساء عن الرجال يعني الاعراض مثلا او العلاج يعني هل هو نفسه ولا بيختلف هو حقيقي اذا قلنا ان الرجال اكثر اقداما على الادمان او اكثر وقوعا في الادمان لكن الاشد حده هو السيدات وده ناتج عن طبيعه الهرمونيه بتاعه الجسم وطبيعه اختلاف نسب المياه والجسد او المكونات الجسد بشكل اساسي ده حاجات بيولوجيه ربنا أودعها فينا فبنلاقي ان حده الـ الـ الادمان مع السيدات بشكل بتبقى اعنف وبتبقى اسوا وبتبقى معدل الانتكاسات بتاعتها اعلى بكتير من معدل انتكاسات الرجال وعشان كده المجهود بيتضاعف وخاصه ان انت بتقدر يعني بتبقى محتاج تتعامل بشده مع المشاعر المتناقضه العنيفه اللي فيها حده عاليه جدا الاندفاعيه المفرطه اللي بتبقى عاده بنلاحظها مع السيدات اللي دخلوا في دائره الادمان فاه في اختلاف واختلاف واضح جدا وبالذات ده بيظهر لينا في شكل التعاطي لان حتى كمان آه لما بيجي يخشوا في التعاطي آه سرعه الدخول وان هم يغرزوا في الـ بشكل الـ اسرع في سواء كان جرعات او في بدل ما كانت مثلا بتاخد مخدر عن طريق السيجاره او تدخين مثلا حشيش فجاه في فتره قصيره جدا نلاقيها بتحقن حقن وحاجات زي كده على عكس الرجال اللي ممكن تلاقي ان الفتره دي بتطول شويه هو طبعا اه اللي انا بكلمه ده بشكل عام لكن ممكن تختلف من فرد للتاني. اه شكل التعافي نفسه، الفتره اللي بنقضيها كتعافي بالنسبه للسيدات اللي هي فتره التاهيل ربما تطول شويه عن الرجال لان انت محتاج تتعامل مع اه زي ما قلت المشاعر والاندفاعيه اللي بتبقى اه ازاي ازاي, ازاي السيده اللي قصادنا او ال الفتاه اللي قصادنا ان هي ازاي تبدا تعمل تغيير في شخصيتها وتغيير في طريقه تفكيرها واتخاذها القرار ده بياخد مننا مجهود اعلى. غير آه. كده كمان في امور اخرى ليها علاقه بالمجتمع. تمام ان الاسر ما بتقدرش آه تتعامل مع فكره ان بنتها دخلت آه دايره الادمان وبيخافوا من الفضيحه او بيخافوا من ان ممكن ده آه ياذي سمعه الاسره او الى اخره وبالتالي هم بيكتموا فبنلاحظ ان ان الولد او الشاب او الى آخر الراجل ممكن يقدم على فكره العلاج في سن او في حده مبكره شويه عن اللي بيجي فيها فتره السيدات لان عاده البنت وهي بتجن او السيده وهي بتجن بتجي في مراحل متاخره ومتقدمه من مرض الادمان. طيب أيوة حضرتك ايه الخدمات المميزه اللي بتقدمها مستشفى ملاذ في هذه الحالات اللي بتميزها عن المستشفيات الاخرى وبرده الخدمات اللي حضرتك ناوي تدخلها ان شاء الله في مركز التاهيل. الكبير اللي بت... بتعمل اللي بتعمل حضرتك على انشائه الان واللي انا شفت صوره الحقيقه مساحات شاسعه فيها تريد وفيها آآ ملاعب آآ ان شاء الله بقى نعرف الاجابه بعد الفاصل والآن أعزائي المشاهدين بعد الفاصل بنعود نسأل دكتور أحمد شمس الدين صاحب مستشفى وشركة ملاز عن ماذا تقدمون في المرحلة القادمة في مركز التأهيل اللي حضرتك بتعمل على استكماله الآن بهذه الصورة الرائعة من ملاعب و واستعدادات م. كبيرة ماذا هي الخدمة م. التي ستقدمونها هو زي ما قلت حضرتك عشان ان احنا نخدم على الجوانب الشخصيه المختلفه تمام فكان لازم ان احنا ننقل مكان اكبر من المكان اللي كان قائم عشان ندي فرصه ان يكون في اماكن خضراء اكبر للاستراحه النفسيه يبقى في مكان يلعبوا فيه يمارسوا فيه هوايه الرياضه كل زي كره القدم كره الطايره رياضة مثلا البنج الطاولة إلى آخره آه وده كان لازم أن احنا ننقل آه مقر آه الحالي ونقدر في نفس الوقت أن يكون في عنصر جمالي برضه في آه تكوين المكان وتقسيمة الغرف بدءا حتى من طريقة شكل الديكورات في المكان وشكل اللوح اللي موجودة في المركز آه في جزء احنا الحمد لله كملناه بشكل جيد جدا وفي جزء متبقي بسيط وان شاء الله يكون آه ندعوكم فيه باذن الله لما يكتمل بشكل نهائي ان انتم تشرفونا فيه باذن الله. آه احنا البرنامج التاهيل بتاعنا زي ما قلت حضرتك فيه برامج علاجيه كتير جدا ففي زي الارت ثيرابي والسايكو دراما و وبرنامج الحاجه اسمها العلاج السلوك المعرفي والجلسات الفرديه اللي بتتم مع الاخصائيين والدكاتره والمشرفين والمعالجين على حق كل و كل مريض على حده، وان المريض لما بيجي لنا ما يبقاش واحد ولا اتنين بس اه بيتوزع عليهم، لا ده هو بيبقى كل مريض ليه دكتوره والاخصائي الاجتماعي والاخصائي النفسي والمشرف والمعالج، اه وده اللي احنا بنتميز فيه عن بقيه المراكز التاهيل، اه لان مراكز التاهيل بتعتمد على برنامج فقط اللي هو زماله المدمنين او ال 12 خطوه. وده فعلا هو موجود معانا واحنا بنعتمد عليه بنسبه تقريبا 40% من الخطه العلاجيه الكامله لكن بقيه العلاجات الاخرى ده شيء احنا استحدثناه واضفناه للعلاجات بتاعتنا وده اللي انا بقول نتيجه ان ده شفنا النتائج الجميله اللي بدانا نشوفها في التعافي وجودة التعافي اللي بدأت تبقى موجودة عند الناس اللي خضعوا للشكل العلاجي ده ورجوعهم بشكل أفضل لحياتهم ومعدل الانتكاسات اللي قلت جدا بالطريقة اللي هي التداخلية أو التكاملية بين العلاجات النفسية المختلفة آه الحاجة اللي أنا برضو حابب أبرزها بصراحة وده عشان تيسيرا على الناس آه إحنا من أوائل آه يعني أنا لو هتكلم في مصر إحنا أول جهة في مصر تقدم الاستشارات النفسية آه عبر النت أو الأونلاين الأونلاين كونسلنج وبدأنا فيها من سنة 2009 وكان ال... ال... الهدف منها ايه ان انا اقدر اساعد الناس اللي هي موجوده في النجوع والاقاليم اللي مش قادرين يجوا القاهره او نتيجه لبعد المسافه او لظروف المجتمع او الى اخره واجور برضو رمزيه متفاوته على حسب الجلسه هتتعمل مع اخصائي او الدكتور او استشاري او كده تناسب جميع الشرائح اللي موجوده في المجتمع كقدرات ماديه يعني و... وفي نفس الوقت الناس اللي كانت بتيجي تتابع معانا ولظروف عمل او لظروف سفر فبدات مش هتعرف تكمل علاج معانا فاتحنا هذه الخدمه ان هي تيسر على الناس ان اللي عاوز يسافر هيسافر وهنتابعه اللي هو موجود في مكان ما ومعرفش عرفش يوصل لنا فهيوصل لنا بالطريقه ديت او ان بيستجد من وقت للتاني اسئله مثلا بتبقى محتاجه تدخل طبيب او تدخل اخصائي بشكل عاجل وبشكل سريع فبيخش وبيحجز على طول الموعد بتاعه في نفس اليوم او ثاني يوم بكتير قوي ودي خدمه بس مش موجوده يعني مش متاحه بس للمصريين لا هي متاحه لكل العالم لكل من يتحدث اللغه العربيه واللغه الانجليزيه فدي برضو حاجه من الحاجات اللي احنا مركزين فيها حاجه كمان اللي هي يعني يخش ان شاء الله على موقع مثلا ملاذ هوستل او السوشيال ميديا بتاعت الـ الـ المستشفى ملاذ هيجد ان فيها آآ كم آآ يعني كم من الوعي النفسي او المقالات والصور الايحائيه والتجارب الجيده جدا اللي تساعد على نشر الوعي النفسي وتساعد على ان احنا ناخد خطوه ايجابيه تجاه نفسنا وان احنا نساعد اللي حوالينا وازاي نكتشف اكتشاف مبكر للاضطرابات وللمشاكل بتاعتنا. ونوجد حلول بشكل عام تفيد الجميع ونبرز بعض المشكلات اللي ممكن تؤدي الى مشاكل اكبر وبالتالي احنا بيبقى لينا جزء ورساله في المجال الوعي وفي وبرضه في المجال السوشيال ميديا احنا دايما بنجاوب على كل الاسئله اللي بتورد لينا لو على نقدر نجاوبها من خلال رد على السؤال او الى اخره شيء رائع جدا آه. يا دكتور احمد اللي حضرتك قلته ولسه في حاجات كتير عايزين نستكملها ونسال حضرتك فيها بس للاسف وقتنا خلص بس هنكمل بكره مع حضرتك ان شاء الله واعتقد الموضوع طويل وجميل جدا وجاذب ويحتاج يعني حلقات كمان يعني لان كلنا في بحاجه الى جوده الحياه والى الصحه النفسيه وانا وانا عايزه اعبر عن احساسي بجمال الحياه وجوده الحياه اللي اتكلم عنها دكتور احمد من خلال هذه اللوحه التشكيليه ده اخر اعمالي انا بالاضافه ان انا يعني قدمت البرنامج ومهندسه وشاعره وقدمت تحت كتاب انا فنانه تشكيليه وهذه اللوحه انا جايبها معايا في هذه الحلقه لان انا حسيت انها او شعرت انها بتعبر عن احساسي بجمال مستشفى ملاذ كشخصيات وكخضرة وكطبيعه وكجوده حياه عايزة اسالك يا دكتور بس معرفش بقى يعني الوقت خلص ولا لا هذه هي الحياه كما ينبغي ان تكون المراه بتعبر عن الحياه وعن جمال الحياه هي ال آه آه يعني هذه السيده الجميله بتعبر عن السيده وعن المراه والحياه كما ينبغي ان تكون والفنان التشكيلي يعني بيعبر عن احساسه والحقيقه يعني انا اشكر حضرتك جدا دكتور احمد وكان في اسئله كثيره وفي حوارات كثيره انا استكملها مع حضرتك ان شاء الله بكره باذن الله ونشكر حضرتك جدا وبكره ان شاء الله الساعه 1 ميعادنا ان شاء الله وبكره نتلقى اسئله المشاهدين وهيبقى وشكرا لحضرتك دكتور احمد وشكرا للقناه الجميله وانا كمان اشكر الناس جميعا المشاهدين واشكر فريق العمل الموجود هنا واشكر حضرتك ان ادتيني الفرصه ان احنا نتكلم على الخدمات اللي احنا بنقدمها شكرا يا دكتور, دكتور احمد وشكرا لفريق العمل وشكرا للمشاهدين اعزائي المشاهدين شكرا لكم وشكرا وبكرا ان شاء الله نلتقيكم باذن الله ان شاء الله